درجة ارتفاع للأسعار تشهدها عدد من السلع الغذائية الرئيسية، ما يثير القلق من تأثيرات سلبية على المستهلكين، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية للمواطنين. وحسب رصد وزارة الصناعة والتجارة لتطورات الأسعار العالمية والمحلية للسلع الغذائية والاستهلاكيات الأساسية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2014، رصدت ارتفاعا للأرز التايلاندي ب 0.4% وزيوت النخيل بنسبة 7.3%. الوزارة أشارت إلى أن الأسواق المحلية شهدت على مستوى المستوردين والمنتجين ارتفاعا في أسعار الأرز الباكستاني والهندي بنسب متفاوتة، والسكر البرازيلي بنحو 4.8%، والألبان ومشتقاتها بنحو 12%، والحديد بنحو 1.4%. وزارة الصناعة والتجارة أرجعت السبب إلى انعدام المشتقات النفطية الذي أثر سلبا على مستوى الأسعار، حيث ارتفعت أسعار عدة السلع، وهو ما يثير القلق من عدم قدرة الحكومة على التدخل لوقف هذه الارتفاعات السعرية التي تثقل على كاهل المواطنين. غرفة العمليات بوزارة الصناعة والتجارة أعلنت أنها تلقت بلاغات وتقارير عن توقف عدد من المصانع وأفران الخبز لعدم توفر مادة الديزل.